منذ حوالي شهر، والمناطق الواقعة غربي مدينة بنغازي تعاني من انقطاع في مياه الشرب نتيجة حدوث تسريب في أنابيب المياه الموجودة بجوار منطقة سلوك، والذي يقوم بتغذية المناطق بمياه الشرب، مما جعل المواطن يلجأ لاستخدام صهارج المياه ونقل المياه من المزارع والآبار القديمة والتي تم تشغيلها كحل مؤقت. المياه مزري، بالنسبة للمياه مزري للمواطنين الحقيقة، اللي قادر يبي يشري عنده فلوس يشري، لكن الانسان الاخر البسيط اللي ما عنده شيء ولا عنده سيول ولا عنده شيء، الله غالب عليه، يعني يمكن وضعه مزري يعني. وصلت يعني تقريبا 15 بتية تقريبا 75 جنيه يعني 75 جنيه، وانتم عارفين السيوله ما فيه، والوضع الحقيقه فيه وضع مزري شويه للمواطنين. ونحن اهو الحمد لله رزقنا بهالمزارع، نكروا ميه بلاش ما يخرجش في حقها، الحقيقة يوسع علينا، الله يوسع عليهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن في ناس ما عندهاش وسائل نقل، شكلي أنا عندي وسيلة نقل، خمس بتات نجي نصبهم في حوشي والسلام عليكم. لكن في اللي ما عندهاش وسائل نقل كيف يتصرف؟ مدير موقع سلوك الطلحية، والذي أكد لنا بأن عودة ضخ المياه سيكون خلال الأربع أيام القادمة بعد إتمام عملية معالجة الخطوط التالفة والتي استغرقت مدة طويلة نتيجة صعوبة العمل عليها من قبل المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة. صار أخفاق في الخط الرئيسي اللي هو جدابيا بنغازي في عدد 2 أنبوب، جاري طبعا الأعمال الصيانة حسب الجدول المخطط لها، وإن شاء الله يعني أقصاها يوم 2/9 إن شاء الله حتعود المية، ممكن يكون قابلها، لكن هو أقصى حد هو إن شاء الله يوم 2/9. يتم الآن توا يعني الأعمال الصيانة، هو عبارة عن تغليف الأنبوب من الداخل بالكامل، وإن شاء الله يعني الأمور ماشية. توا العمل منجز تقريبا عند حدود 85% من العمل أو أكثر، وقاعدين يعني في المراحل الأخيرة إن شاء الله. استمرار جهود مهندسي مشروع النهر الصناعي في إيصال حاجة المواطن بالرغم من صعوبة المرحلة، وكذلك تعرض بعض الخطوط للتعدي من قبل المواطنين بوصلات غير شرعية، مما يتسبب في تعطيل وصول المياه لبعض المنازل لفترة طويلة. من خلال منبر كامل نحب نوجه الأهلنا يعني بصفة عامة في جميع مناطق ليبيا، مش يعني حتى في بنغازي أو في سلوك، أنهم يراعوا الله في النهر. لقينا اسباب مشاكلنا كل الاسباب الرئيسيه اللي هي الاعتداءات على النهر. الاعتداءات على النهر طبعا مجال كبير، اللي هو كما يقول توصيل وسطات غير قانونيه، رمي المخلفات البناء مما يزيد الوزن على الخط. يعني هذينا نتمنى يعني حتى المستوى البلديات انهم يساعدوا جهاز النهر انهم يتفادوا النقاط هذينا، وهذينا اهم حاجات. وإن شاء الله يعني كما نقول يعني أنا وزملائي هنا في العمل قاعدين على قدم وساق، عمل 24 ساعة متواصلة، وإن شاء الله نقولوا حنكملوا الأعمال الصيانة قبل حتى التاريخ اللي حسب الجدول المخطط له. عودة المياه خلال هذه الأيام لمناطق غربي مدينة بنغازي سيخفف من معاناة الأهالي المتراكمة، لعل هذه الخطوة بداية انفراج لجميع الأزمات. لقناة ليبيا الحدث، أحمد جمعة.